وبطبيعة الحال لازم نبتدي معاك بكيف رأيت مباراة الأمس؟ بالتأكيد يعني كانت مباراة صعبة جدا، يمكن البعض شافها عشان احنا كسبنا 1-0 ان المباراة تم حسمها، لكن مباراة زي دي لا، انت بتلعب كمان فرقة كبيرة قوي الترجي، فرقة كبيرة ان هي كمان في اخر 3 سنين هم محققين البطولة مرتين في اخر 3 سنين، ففرقة عندها شخصية، فرقة ان هي تقدر ترجع. شفنا حتى في اول نص ساعة هم نازلين ضغط عالي، نازلين بروح وشخصية فريق كويس، ولكن طبعا موسيماني يعني مدرب يعني كبير جدا بصراحة، واحد من افضل المدربين. يمكن انا بشوف ان النادي الاهلي كله على بعضه منظومه متكامله. ازاي منظومه متكامله؟ بصراحه دور كبير جدا 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 لكابتن محمود الخطيب. يمكن الناس مش حاسه بالدور ده، بس انا هقول لحضرتك حاجه، هو كابتن محمود الخطيب بيعملها الناس مش حاسه بيها في الفتره الاخيره. يمكن من سنه 2000 او الجيل الذهبي كان فيه جماهير، فالجماهير دي كانت بتدي دفعه كبيره جدا جدا جدا. كابتن محمود الخطيب بيعمل يعني طبعا جمهور هو اللاعب رقم واحد بكل تاكيد، جمهور النادي الاهلي، ولكن كابتن محمود الخطيب بيحاول يعوض الحته دي دايما بحضوره مع الفرقه في كل السفريات اللي بره. حتى قبل المباراه كنت تلاقيه حاضر التمرين، حضوره للتمرين ده رساله، كان الجمهور كان دايما في ايام الجماهير كانت الجمهور تحضر التمرين الاخيره بحيث ان هي تدي الدفعه المعنويه للعيبه. كابتن محمود الخطيب بيعمل الدور ده بصراحه فعلا. الحاجه الثانيه الجهاز الاداري، الجهاز الفني كله بقى بكده، الكابتن سيد بصراحه واحد من الاداريين الممتازين جدا. يمكن هو قال لك لينا حاجه عند الترجي عايزين ناخدها، يعني حاجه وفعلا اخذناها، يعني اللي هي ان احنا الثأر في الكوره دي حاجه كويسه، يعني ان انت ترجع بنتيجه تانية، انت تبقى مثلا خسران وعايز ان انت تعوض، دي حاجه طبعا. يعني حاجه كبيره جدا. برضو الجهاز الفني، اللعيبه، الجمهور، حتى لو هو مش متواجد ولكن هو بيدعم اللعيبه بالرسائل ورسائل الدعم دايما، والترندات اللي بتتعمل حاجه محترمه جدا. لكن تحديدا بيتسو موسيماني واحد من افضل المدربين اللي شفتهم بصراحه. كلنا اعتقد يعني بنسبه كبيره متفق جدا، الناس اعتقد حتى اللي كان عنده تشكيك في الاول دلوقتي الاجماع ان بيتسو موسيماني بجد مدرب من العيار الثقيل. بالتوفيق ليه وللفريق ان شاء الله.